هيدا الصنف عليه حشوة قديمة. وهون منعلم بالضبط ده رح منشيل من الاسنان. لازم نعرف قديش عم نشيل التلبيسات المؤقتة، وهيك بيكونوا الاسنان صاروا جاهزين تيتلقوا احلى تلبيسات. انه القياس يكون دقيق جدا. وهيدا اول تلبيسة زيقايا، ركزوا كتير منيح، شوفوا قديش حلوة وقديش طبيعية، وشوفوا اللي تانية تلبيسة كيف رح تركب حد اختها. بتعقد بس ركزوا معي على الدقة. تالت تلبيسة تحفة فنية، شو حلوة شو دقيقة. بعده وهيدي اخر تلبيسة، ركبت محلها. وهيك بنكون خلصنا، وهيدي هي النتيجة.